شوف مباراة مع شقيقنا نادي النصر انها مباراة مهمة ومباراة فيها تنافسية كبيرة، خصوصا النصر صحيح انه متقدم علينا بثلاث نقاط، انه يمكن فريق الشباب يمكن فرط نقاط في المباريات، لكن هذا ما يعني شيء، الشباب لسه مستمر ولسه في المنافسة. راح نلعب، راح نحضر اول شيء نريح اليوم، التحضير راح يكون جيد وتحضير مباراة فريق النصر، نقاط القوة ونقاط الضعف، ولكن انا متأكد باذن الله اذا الفريق ادى ولعب بنفس الروح اللي لعب بها اليوم، التنظيم الدفاعي والهجومي، باذن الله راح تكون النتيجة صالحة.